أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع السيولة النقدية والودائع المملوكة للبنوك الوطنية الإماراتية لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 72 مليار و200 مليون درهم، تعادل نموا بنسبة 26% لتبلغ 351 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 278 مليار و800 مليون درهم في أبريل 2022. وتستحوذ البنوك الوطنية الإماراتية وعددها 22 بنكا على أكثر من 76% من إجمالي السيولة النقدية والودائع العائدة للبنوك العاملة بدولة الإمارات، وعددها 61 بنكا لدى مصرف الإمارات المركزي.